تفتكر حضرتك إدارة زي إدارة نادي الجزيرة المفروض إن هم على قدر من الثقافة والمعرفة، إزاي يعملوا حاجة زي كده؟ إزاي يقتلوا قطط ويرموها جثث في الجنينة؟ أنا اكتشفت حاجة أقولها لك بسيطة، الإنسان البسيط الغير متكلف عنده رحمة أكتر بكتير من مدعي العلم والثقافة ويعني محبي جمع الفلل والعربيات. أوكي؟ تمام. وده طبعا مش تعميم، احنا كلنا هنا اللي واقفين تقريبا النهارده عندهم عربيات وبيوت، بس في الاخر القلب السليم الفطره السليمه دي اهم حاجه في الانسان. ممكن اللي جوه دايما متعلم في هارفرد بس ما عندوش قلب، واللي يكيدك اكتر ان هو ما عندوش عقل، لانه اللي بيعمله ده حقه وحش قوي، حقه وحش قوي قوي قوي. فيعني يا سيدي مش عايز تبقى رحيم، خليك حكيم، خليك اي حاجه، خلي عندك اي ميزه، اي ميزه. الناس بتاعك والحيوان ياما جات لك وقالت لك احنا هنحل معاك، هنعمل عمليات تعقيم، هنطعم القطط. انت النادي ده عمرك ما هتقدر تمنع من عنده القطط، عندك مطاعم، عندك زباله، عندك فدادين، هتمنع القطط ازاي؟ هتفضل تقلب فيها؟ طب والسم اللي انت بتحطه ده المحرم دوليا على فكره، السم ده هو انت فاكر انه ما ينفعش في يوم من الايام لا قدر الله انه عيل من العيال اللي بيلعبوا يحط ايده فوق بيلعب الكوره بتاعته تقع؟ لانه السم ده بيفضل في الارض ايام، ومفعوله فتاك فعلا قاتل. الانتيدوت بتاعته مش موجوده. طب اداره النادي وبعض الاعضاء متضامنين مع الاداره بيقولوا ان احنا ما عملناش كده وان الاداره مستحيل تعمل كده. لا انا هقول لك حاجه، هقول لك حاجه وهي على فكره حاجه بسيطه جدا. دايما ايه، بص على الهدف. انا هدفي النهارده ايه من الوقفه دي؟ هل انا عايزه شهر بالنادي؟ في ايه مصلحتي مع النادي؟ هل انا مثلا عايزه منهم فلوس؟ عايزه اعمل عضويه مثلا مش قادره فيه؟ انا ما عنديش اي هدف غير ان انا عايزه الرحمه. هم بقى لما بينكروا هدفهم ايه؟ يغطوا على جريمتهم عشان سمعتهم. مظبوط. صح ولا لا؟ صح. لكن انا هنا هدفي واحد، ان احنا ياما خاطبناكم يا نادي، ياما كلمناكم يا نادي، ولولا انه في احد الاعضاء سرب المعلومه بتاعه الراجل الصياد دي والتاريخ، وانه في ناس من حقوق الحيوان شريف القاضي وكذا حد جم وقفوا لهم ولقوا التاكسي داخل بعد مواعيد النادي الرسميه في الصياد، وطلع بعدها بشويه بساعه او ساعتين من النادي من الباب الثاني، اوكي، ومعاه شويله فيها حيوانات ميته، ووقفوه وخدوه الاسم واعترف. فينكروا زي ما ينكروا في محضر، في النيابه، في اعتراف من الصياد ينكر. عايز تصلح يا استاذي، عايز تصلح يا مجلس اداره، خليك ذكي بقى. مش بقول لك خليك رحيم، اذا الرحمه مش في قلبك عمرها ما هتتوجد، بس خليك ذكي. طيب واضح ان اداره النادي متعنته في موقفها ومش ناوي ان هي تصلح حاجه. مش هنقف. انتوا هتصعدوا ازاي؟ هنفعل. احنا عندنا دلوقتي قضيه، عندنا محضر، مش هنسيبه حتى لو ما عملش حاجه المره دي. احنا وراهم 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 وراهم، وفي ماده في الدستور بتمنع تصرفاتهم. بس يا فندم الف شكر لحضرتك، شكرا جزيلا.